والله حبايب القلب، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعاً اليوم جايينكم بمناسبة حلوة. صح، أنت صح. شو هالأحمر يا لين؟ الله يسهل. شو هذا لين؟ يا لين شو هذا لين؟ إخوان كل يوم لين بتلبس لبسة أحلى من الثانية. الله يسعدك. طبعاً للأسف شو صار معنا؟ بعد خطبة شيرو مرضى جماعية، الكل مرض ما شاء الله. طبعاً لين مرضانة، هو مرضان، وأنا امبارح نزلت لكم أنا باخذ إبرة مرضان، يعني أخذت يومين استراحة، استراحة محارب، ما صحينا يعني، استراحة على الفاضي. بس هسا احنا رح نعوض اليومين اللي راحوا. بالظبط. صح لين؟ صح. شو الأوتفيت هذا لين؟ اوكي. احكي لهم شو في عندنا اليوم. اليوم يا جماعة عندنا عيد ميلاد خلودي. خلودي. شوفوا 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 شوفوا. طبعا الأجواء ما شاء الله في كثير هون ناس بعد فنانين. هذا مين؟ هذا صدق بالله بتكلم من وين؟ مين اختار اللبسة هاي؟ لانا. لانا بس أنا يعني؟ بصراحه شو رايك بلبستي؟ لا والله يا جماعه انا صاير خطير كثير هالفتره. واو كثير حلو كثير حلو كثير حلو. ارجع عيد كلامك بس بطيء. انتوا ليش بتحكوا سريع؟ لانه الكلمه يفهم علي، انت الوحيد ما تفهم. احكي بطيء بطيء. لا لا خلص. لا عم بحكي انه عن جد لبس انس كثير حلو اليوم ومتطور، في تطور كثير بلبس انا الصراحه، يعني فبعطيك 10 من 10. مبدئيا هلا مش شفتك لابسته قبل سنتين. لا بس ما كان له وظائف. هون الطاقه الايجابيه هون الطاقه سلبية. لين بتعطي ايجابية ولا بتيجي تعطي سلبية؟ لا حد بيحكي حلو اللبسة طالع من مرضى لازم توسيني. شو من مرضى انت؟ ما انا مريض كنت. شو يعني؟ لازم مريض يعني نعطيك تقييم عالي. انا بخلي انا ما بجامل، هاي الفرق. لين بتجامل انا ما بجامل. يعني لبستي مو حلوة؟ مو كرهة بس مو سيئة، بس شايفتها من قبل عليك يعني. لا بس ما كان يلبس اوكي انس يعني. شايفين على انس من قبل مو نفس هالتنصيح. لا بس يعني ها يعني ما اشوفك انس ما بقول مين هات؟ يعني ما بتنصدمي؟ لا ما بس. طب بوعدك بعد يومين البس اشي اصدم. طبعا اليوم حاولت اعمل تسريحة خفيفة لطيفة. اوكي. حبايبي بتعرفوا شغلة، والله شعور المرض جد مو منيح. يعني لكل شخص مريض ان شاء الله تقوم بالسلامة، لانه يا اخوان بس صار معي رشحة وقحة ووجع راس وسخونة دمرت فعليا، يعني مبين على وجهي اني طالع من مرض جديد، يعني حتى لين مريضه. بعدين لين عامل اشي جديد. شو الاشي الجديد؟ مركب اشي مركبين لها مطاط. السلين اسنانها حلوين بس كانوا مخربطات فعملت تقويم. قد ايش صار لك عملتي؟ سنه؟ لا صار لي اتوقع سبع شهور. اذا ان شاء الله. يا الله اكبر. صار لك 8 شهور مركبيته؟ تقريبا. متى بتفكيه؟ ان شاء الله بعد شهرين او شهرين. بعد شهرين بعدين يصير اسنانك صف واحد. طب اجرب افتح تمي فيني بس بحس سني عم ينزل. اخوان حاطين مخ غطا كل ما تفتح تمي. سلام عليك. الف سلامة لينو. بعطيك اسناني. لا تدري بالله مو هيك. جماعة رح نصور تيك توك كلش جاهزين. المرة المضت صورنا تيك توك عند لين جاب 10 مليون ما شاء الله ما شاء الله. جاب الاول على الترند وانا صورت فيديو جاب برضه ملايين. خلص رح نصور تيك توكيتين جداد. يس. اليوم عيد ميلاد خلودي. كل عام وانت بخير يا حلو. طبعا يا اخوان للي ما بيعرف خلودي ابن الدكتور احمد وسالي. دكتورة سالي يا اخي اول مره بشوف دكتور ودكتوره بيتجوزوا. والله والله شفت طلع دكتور اسنان. وانت ايه دكتوره ايش؟ انا سلك بتعرفني ما بعرف كم سنه حضانه اسنان اطفال حضانه اسنان. لا لا والله والله لا والله والله ما بعرف والله اسف اسنان اطفال. يعني مين صلح يعني السنه الثانيه إيه؟ اول لا 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 بلش علي سام. انا مره وهون بلشت قصه الحب من اولها. كان كثير حلو بالجامعه. اوف 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 وقتها ما بنشك بنشتي من شكله. كان معضل وشعر والله كنت معضل؟ كان معضل. يعني كان دكتور اسنانه معضل. يا حب تعرف لو انا مكانها زبطتك زبطتك. ما شاء الله عليك. شو يا جماعه انتم انتم منه. اوكي اليوم ناوي اعمل فقرات غريبة، اسئلة على تحديات مع الناس الموجودة بعيد الميلاد. طبعا خلودي يعني
ولك ايش هالحلاوه حبايبي. طبعا خلود انا كثير بحبه، شفتوا بشتغل عنده بقول لي افتح. يعني انت قلت افتح انا لازم افتحها، تعرف ليش؟ عشان عيد ميلادك. اوكي اي فتحت لك اياها. افتحي. اوكي هلودي، كم صار عمرك؟ أربعة. يعني شو بالانجليزي؟ فور. I'm five. انت فايف؟ يعني هو اكبر مني. هو اكبر منك؟ وانت قديش؟ تعرف قديش عمر خلودي؟ فول. فول. شو قديش عمرك؟ فور. فور. فول. مين بت لا. فايف؟ لا. فول. انا الفايف. يلا بطاطا يا اولاد. اه بطاطا. سالي هلا والله، كيفك يا غالي؟ شو الاخبار حبيبي القلب؟ طبعا يا اخوان زياد غنان التعريف حبيب القلب. حبيب القلب. شو هذا؟ فسفوري. هذا اخضر على فسفوري. على فسفوري. يلا شكلك لابسه غصب عنك. لا والله لا، لبستك يا غسل. بكرة حبيبي بس تتجوز تمام، بدك لنشوفك بكرة. زياد أسألك سؤال، شو رأيك بالجيزة؟ شو رأيي بالجيزة؟ حلوة أو مش حلوة؟ حلوة لما أنت بتنقي الشخص الصح. آه. لأنه إذا بتنقي الشخص الغلط تمام تاكلها هيك على رأسك. فالجواز حلو ولكن يكون عن جد الشخص الصح. يعني أنت اخترت هي حبيبي حياة. آه. عرفت؟ بدك تعيش حياة 20-30 سنة. حلو. ما في يعني طول العمر رح يضل حبيبي. ما في عقد، ما في نهاية عقد، عرفت؟ في بداية بس. في بداية. ما في نهاية. انت اخترت الشخص الصح. اي والله. انت اخترت. انت لسه ما اخترت. لسه ما اخترت. ان شاء الله. الله ان شاء الله. لسه تحت التجارب. الله يرزقك ان شاء الله بنت الحلال. ان شاء الله ان شاء الله. هو الزواج احلى شيء بالحياة، انه الواحد يتزوج. سامعة يا سامعة؟ سامعة شو بحكي؟ أحسن إيش الواحد يتجوز؟ مثل سارة. طب مين بحب أكثر؟ أنت بتحب سارة ولا سارة بتحبك؟ بصراحة والله هي اللي بتحبني أكثر. صاير مثل المذكر أنت على ما شاء الله. والله العظيم. مين بحب الثاني أكثر؟ والله أنت ولا زياد؟ والله هي. أنا بحب زياد أكثر. أنت فرحان على طول أنا هي. هي احسن. لازم انت تكون اكثر. حاول مشكله مع بعض، انا ماليش دخل حبيبي. غلط. ليه لما تقعد لحالها يا بتكون زعلانه يا بتكون متضايقه؟ الله. ليش قاعده لحالك؟ بتنزل السريات. بتنزل السريات؟ يس. انت لما كان عمرك 4 سنين عملوا لك عيد ميلاد؟ ايه. قولي والله. والله تعرف انا لما كان عمري 4 سنين كنت افكر الكيكه خبزه. يلا انا صورت ميلادي لما كنت بسوريا وعندي صور. اسمعي طلع لي والله بالاكس بلور بالفوريو بالتيك توك صورك انت ولانا وانت صغار. ايه. وانت ما كنت صغار. قال اسمعي والله مش مزح. مش مزح. ترى انا والله كان حلوه اشوف. قال اسمعي اجاني اشي بس والله مش انا اللي حكيته. والله مش مزح. متابعين بعثوا لي رساله بالانستا، شو عملوا لي؟ بعثوا لي صورتك انت ولانا زمان 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 وانت صغار. وانت صغار بدايه الشره بيقولوا لي لانا ولي لما كانوا يفكروا ابو ظبي زلمه. والله هم والله ما بعرف شو. والله اقسم بالله وانا فرطت الضحك ما بعرف ليش. ليش فرطت الضحك؟ قال لانا ولي لما كانوا يفكروا ابو ظبي زلمه. حبيبي الا لو احنا مواليد الامارات هيك. لا شو سمعت اللي بعثت لي الرساله؟ لا انا مواليد مواليد ايش؟ امارات. مواليد الامارات. وانا مواليد وين؟ بعرفش. انت عزيز مواليد شو؟ بعرفش. وين ولدت؟ بخيمه. وين ولدت؟ طيب اي بلد؟ شو تحكي؟ بصحراء جابوني. يا الله. في اشي غلط. لين وهي صغيره كانت مربربه. مربربة؟ كانت اسمين يعني هيك يعني خدود وهيك كرش. لا كنت كثير. تعالوا شوفوا لين وهي صغيرة. هاي لانا. هاي لانا. شوفوا بتحسوا لانا فيها شيء غلط بوجهها. شوفوا لين بتضحك. كانت حلوة لانا. شوف ما شاء الله كان لنا عيونها زرق اخر بعمر تقريبا 3 سنوات لحتى تغير. ليش ما كانوا عيونها زرق وتغيروا؟ زرق كانوا لانا زرق يعني ما شاء الله. سبحان الله شو تصير. بس انا الاخضر احلى صح؟ انا بغير الاحوال.
شوفوا شوفوا ليل. والله كنت حلو كنت كثير مرتبه والله ما كنت كثير ترتب. ما فيش كنت زعلانه. كان يروح على استديو هون صح من النوم. هاي نفسها بس بدون فوتوشوب. هلا والله. سلام عليك كيفك شو الاخبار؟ لا بسلم ليه بتحكي للبنت اللي دخلت بتسلمي بالراس؟ اوه بس لا هون جديده هاي. لا قديمه قبل كم سنه؟ 2017 2000 اذا مو قبل اخذت موبايل ماضي يمكن قبل. هون اول مره بتركب السياره. لا بمزح بس مبيني كثير مبسوطه. لا يعني بس لانك لما كنت اطلع بابا كنت كثير انبسطت. انا احلى عمر جد انبسطت فيه وانت صغيره والله يا طويل العمر. في هاي اي سود. لا هاي بامارات بتذكر الكنب شرب احلاني. انا مش عارف والله وانا صغير شوفوا هاي. والله لانها كانت حلوه صغيره ما شاء الله بحسها كانت احلى مني. اوكي التصويت عند المتابعين ارفعوا الشاشه وجابوني بصراحه حبايبي مين احلى وهم صغار لين ولا لانا؟ انا بقول لين والله مش مجامل. لا الاثنين حلوين يعني بس بحس لانا ما شاء الله تحسها لا كانت لي... لانا كانت كثير نحيفه كانت ابرق. انت كان عندك خدود هيك كنت سمين شوي بتعرف. وانا صغير اهلي كانوا يصوروني بس يا جماعه الخير والله العظيم ما بمزح من وانا صغير اهلي كانوا يصوروني بس وانا مشلح. لما اكون لابس اواعي ما بيصوروني يعني. لا عيب هو لابس اواعي عيب. وانا والله وانا صغير ولا يعني ست سبع صور وانا لابس الباقي كله وانا مشلح ما بقدر انزلهم بنحضر. اذا بنزلهم بتسكر الاسنان. طب انت صغير وملبس يعني ما شفت ممكن تنزل. هسه برجيك كم صوره. اتوقع شفته لما نزلته مره ستوري. اتوقع شفته. هسه برجيك اياه. يلا خلي يلا بتعطيني رايك بصراحه. قاعدين بنتعرف على بعض واحنا صغار. تخيل وانا صغير كنت اعرف هيك. كان هسه وانا قاعد معك بقول لك لين. لا اسمع بنصير نحكي لك لين تتذكري قبل 10 سنين لما كنا بنلعب بالحوش. لما انت جيت وزرقتي مني شفت بصير مسلسلات تركية. مسلسلات تركية مستحيل تلاقي اثنين وما بيعرفوا بعض الوسطى. ان شاء الله بيجيبوهم من هم صغار وبيجيبوهم هم كبار. شوف احلى اوف قلت لكم شوف الخدود شوف خدود لين. طبعا ما شاء الله امك خالته سوسن مش مقصرة معك بالاكل. لا صراحة كان كثير طموني. اختي الكبيرة ليان كانت بتعترف اللي كنت اضحش بسكوت تمك دحش. يعني انت اكثر واحد كنت تاكلي. اه ما شاء الله عشان هيك لانا ضعيفة انت اكلت اكلها. لا وهي صغيرة. لا شو؟ وهي صغيرة كنت تاكلي اكلها. شو قصدك؟ بس تعرف الشغلة انت شكل واختك الكبيرة شكل ولانا شكل. لا انا ولو بحس أنا... مصطفى مش لا. اخوكم ورجوني صوركم معه وهو صغير. يا اخوان فيش صور لمصطفى وهو صغير. كثير معلين ما في. انا بشبه انا كثير بشبهوني بمصطفى وفي منهم كثير بشبهوني باختي الكبيره وماما. انا شفتك وانت صغيره وشفت لانا الا مصطفى ولا صوره شفتها. مصطفى على فكره مصطفى هو صغير كان كثير حلو احلانا تقريبا كان عنده صوره كثير حلو بس ما بعرف ليش ما بنشوفها. هسه بس يجي مصطفى بدي اشوف اذا في له صور لانه ولا شيء شفت له صغير معقول كبر مره واحده.